فهرتنا السبعة هتكون حماسية. المنافسة على اللقب صارت أقوى. Don't let the competition get into you. حاسس إن في وحوش تقدر تجري لحد آخر الماتش. أهلا وسهلا بريم بذا فيكتوريوس. هذا حلم بالنسبة لي عم يتحقق. إن شاء الله السنة الجاية في أكاديمية أو ذا فيكتوريوس تكون للصبايا إن شاء الله. عمل التمرين كتير منيح الكوتش. No! مبروك لايمن من مصر يلي للمرة الثالثة عم بيكون هو رجل المباراة. مين اللي يستاهل يكمل المشوار؟ ألف مبروك يا مارسيلو. موسى مبروك وهارد لاك إذن لجواد من المغرب والقحطاني من السعودية. أسماء أول أربع لاعبين تأهلوا إلى نهائي ذا فيكتوريوس. أيمن الحمد لله. موسى الدور الحمد لله. مارسيلو خليل كعبي خالد ورياض هلا بتحاربوا بكل شيء عنكم من اجل بطاقتين قاعده متبقيه للوصول الى نهائي الموسم الثاني من ذا فيكتوريوس. Use the anger to prove judges that they are wrong. ايمن وخالد كسروا قوانين البرنامج. ايمن انت خامس لاعب بدائره الخطر رح تسحب منك جائزه رجل المباراه لهالاسبوع. الكاميرا لو جت وراها كسرها. كل الناس واقفه ضدك. تعبت نفسيتي من وراء الإصابة فأنا ما راح أكمل في البرنامج. It's a semi-final. You cannot give up. From now on, you need to give a fight. وأنا اقتنعت في الكلام اللي حكى لي إياه إني ما أستسلم. كيدو باي مارسيلو جاي ذا فيكتوريوس. العد العكسي بلش. So this is the semi-final. خلاص وقت الضحك واللعب. يعني حسم اللقب ابتدى يقرب. لازم أذبح نفسي في الملعب. الشعار هو البقاء للأقوى. لاعب واحد رح يحمل كأس The Victorious. مشاهدينا عبر قناة دبي الرياضية وقناة دبي الأولى وأهلا وسهلا بكم في السهرة النص نهائية من برنامج مواهب كرة القدم الأول في العالم العربي The Victorious. النهاردة ليلة مصيرية لكل مشترك بيحلم بحمل كاس The Victorious ويفوز بجائزة 100,000 دولار أمريكي ويحصل على تجربة أداء مع واحد من أهم الأندية العالمية. الليلة الحماس رح يوصل لأعلى درجاته لأنه الحلم صار بعيد خطوة واحدة بس. الليلة رح يكون في مواجهات قوية والرابح الأكبر هو الجمهور يلي رح يشهد على أقوى معارك The Victorious. رحبوا معي بلاعبي The Victorious يلي ضمنوا مكانهم بالنهائي. الدور من لبنان، مارسيلو من مصر، وموسى من الجزائر. التحديات النهاردة أكيد هتكون أصعب وطبعا ما بقاش في فرق لكن اللعيبة هيستعرضوا مهاراتهم كلها ولجنة التحكيم هيكون عندها مهمة معقدة جدا لاختيار اللعيبة النهائية. رحبوا معايا بلجنة التحكيم ذا فيكتوريوس، ميشيل سلجادو، كابتن خالد شريف وكابتن محمد بركات. ليش جهزة التحكيم جاهزة
وناطرة، بس السهرة ما رح تكمل من دون ضيف استثنائي، بطل العالم وهداف تاريخي، ملهم لجيل كامل من اللاعبين وواحد من أساطير نادي جوفنتوس، أليساندرو ديل بييرو. أليساندرو ديل بييرو أسطورة المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، المهاجم المتكامل اللي يعتبر من أفضل اللاعبين الإيطاليين عبر التاريخ. The moment I moved at 18 years old to Juventus, this is a big step for a player. And a couple of years later that we won the title, there's something that you realize that can happen something big for the rest of your life. Yes. لعب ديل بييرو مع فريق يوفنتوس لمدة 19 موسم. وحقق خلالها كل الألقاب الممكنة وسجل أهدافاً كثيرة وضعته كأفضل هدافين نادي السيد العجوز عبر التاريخ، وهو من اللاعبين القلائل الذين سجلوا في كل المنافسات التي خضوها. Best moment of my life regarding football was the World Cup. The final, the semi-final for me actually the better thing in my life because I scored in both games. We won the title most ambitious in the world. يشبه النقاد أسلوب لعبه برسامين عصر النهضة الإيطالية، فهي فن وخيال. كما أصبح هناك طريق التهديف تعرف باسمه وهي ديل بييرو زون. Same kind of goal from the same spot means everybody say oh wow if he go if this guy go in that zone something happened you know and this is what when and how was born this Del Piero zone and actually yes it's feels so good for me is to be remembered also for kind of stuff like this is great. إن زيارة ديل بييرو لمشتركي ذا فيكتوريوس ونصايحه ليهم هتزيد من إبداعاتهم الكروية وتدفعهم لمزيد من التألق. My advice to the contestant of the show is a passionate heart. And I hope that in this period that they are stressed and tired, they can free their mind and show what they really are because we want to see that. رحبوا معي بأليساندرو ديل بييرو. Hi, how are you? How are you guys? Thank you, everyone. Thank you. Del Piero. Del Piero, benvenuto al Victorious. È un grande piacere averte qui. Thank you very much. Your Italian is great. Congratulations. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Del Piero, شو هي بالنسبة لك أهم صفة عن لاعب كرة القدم؟ I think I saw these guys yesterday and you know, they play with a lot of heart and passion. This is what I believe they have to show, first of all. And this is what I think is the key. Play with the mind free and show their best. And this is a great day for them. And I wish all of them all the best. And let's see what's going on today. شكرا أليساندرو ديل بييرو. أما دلوقتي وقبل ما تبدأ المواجهات الصعبة هنتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع من بعد نولع المسرح والمدرجات في السهرة النص نهائية من The Victorious. أنا صارت معي إصابة وهاي اللي خلتني أستسلم. فرجيك إيش اللي غلطتني؟ احكم علي في 90 دقيقة. لأن باقي خطوة على النهاية. أنا ما بخافش من درجة خطر لأن أنا أصلاً ما بخافش. من مدينة دبي الرياضية مساء الخير مرة ثانية لكل متابعين ذا فيكتوريوس عبر قناة دبي الرياضية وقناة دبي الأولى. رحلة البحث عن أفضل موهبة بالعالم العربي وصلت للمرحلة النصف النهائية.
الضغط بيرتفع والاعصاب بتتوتر، وده خلى يكون في استثنائيا 5 لعيبه واقفين في داله الخطر الاسبوع ده. رحبوا معايا باللعيبه اللي هيتقرر مصيرهم النهارده. خليل من لبنان، كعبي من اليمن، خالد من الاردن، رياض من مصر، وايمن من مصر. كيف صارت التسميات لدائرة قطر؟ كيف كانت ردات الفعل؟ كيف تشنجت الأوضاع؟ وليش 5 لاعبين بدائرة قطر؟ كل هالأشياء منشوفها سوا بهالتقرير. خالد، أنت أول لاعب بدائرة قطر. تعم، أنت ثاني لاعب بدائرة القطر. رياض، أنت ثالث لاعب بدائرة القطر. خليل، أنت رابع لاعب بدائرة القطر. It was a tough decision. Now you know that the ones that are safe are going to go through the final. And this week is okay for them. The ones in danger area, they're going to be under real, real pressure because it's the last decision. We need to know that the players want to win the victorious and they're going to give a fight to win the victorious. And there's no a special reason why Kari is a nominee. The reason is he was weaker, not bad, but weaker than the rest of the guys. ندمان على البرايم الأخير صراحة. واحد يخاف إنه يطلع ويضيع مستقبله، يضيع حلمه اللي جاء عشانه. أصعب من المرة الأولى بكثير، لأنه باقي خطوة على النهاية. في ثقل ومسؤولية إنه مثلاً أهلي يشوفوني أفشل. Khalid is a little bit the same. He's performing quite well, but the decision making in the final third to affect the game is not being good. حطوني بدارة الخطر لأني ما عملت شيء في الملعب. كنت أفكر إني أوصل على النهائي، وكان حلمي أوصل على النهائي، بس أنا صارت معي الإصابة، صار الوجع ما بيتحمل، وهاي اللي خلتني أستسلم. I think this nomination is a kind of warning to say, Khalil, you are so good and you've been so good, but if you want to win the victorious in these 2 weeks, you need to stand out, even if you are 16 years old. هذا الخطر هي ضغط على شخص. اللجنة شافت إنه أنا دائماً باخذ لمسة أكثر، ما بلعب سهل دائماً، فوت واحد على واحد، أمرار بفشل أمرار بنجح. إجمالاً خليل، طور نفسك، خلي اللعب جماعي. You need always an extra touch. Don't overdo it. This is a team thing. أنا بحترم رأي اللجنة، أنا حطيت بداية الخطر، بس حفرجيهم إنهم غلطانين. I disagree with the rest of the judges. For me, Real should have been in the final straight away, especially after the last performance. Is the only decision that I consider unfair. بس هم حكم علي بالإبراهيم. حكم علي في 90 دقيقة. كانت بناء الهجمة من الخلف كنتوا فيها ممتازين. أتكلم الدور رياض ومارسيلو. أيمن was the man of the match, but for me رياض was the second man of the match. طلعت من أحسن الناس في الماتش. أما تروح تحكم علي في دقيقة ونص ده إعطاء بكله في أسبوع حرام. فأخطر منطقة في البرنامج يعني قبل النهائي. يا تكون يا ما تكونش. امبارح 2 من اللاعبين كسروا قوانين البرنامج، ايمن وخالد. الغلطة اليوم بتكلف كتير. اللجنة اجتمعت وقررت انه تسحب منك البطاقة الى النهائي. انت 5 لاعب بدائرة الخطر. الكاميرا لو جت ورايا كسرها. انا اللي عملته ده غلط، كسرت القانون غلط. كل الناس واقفه ضدي، بس الحمد لله ما حدش يدعي عليا في الملعب. العرب زي ما بتقولوا مش سهله، صعبه جدا بصراحه. بعتذر للمشاهدين وبعتذر لاداره البرنامج ان انا عملت التصرف ده، بس انا الفتره اللي فاتت كنت تحت ضغوطات قاسيه جدا، فكان في ضغوطات، والضغوطات دي هي اللي خلتني اعمل كده. وطبعا انا ندمان على اللي انا عملته، التصرف اللي مش كويس اللي انا عملته ده. انا ما بخافش من دائره الخطر لان انا اصلا ما بخافش. اليوم اللاعبين بدائره الخطر راح يخوضوا تحديين. ورا كل تحدي كل عضو بلجنه الحكم راح يعطي نقطه لافضل لاعب.
ومن بعد ما نشوف المباراة الأسبوعية لجنة الحكم استثنائياً رح تعطي رأيها بأداء اللاعبين يلي بدائرة الخطر وتعطيهم نقطة تنضاف لنقاط التحديات. اللاعب يلي بيحصل على أكبر عدد من نقاط اللجنة بيخرج تلقائياً من دائرة الخطر وبيتأهل للنهائيات. أما اللاعبين الأربعة الباقيين فمثل العادة واحد منهم رح يتم إنقاذه من قبل الجمهور وواحد من قبل لجنة الحكم. يعني مصير اللاعبين صار بين إيديهم. التحدي الأول هيبدأ بين اللعيبة اللي في دائرة الخطر. التحدي هو مواجهة واحد على واحد بين اللعيبة وحارس مرمى. اللعيب هيستلم كرة وينفرد بيها على الحارس، ونفكر اللعيبة إن التسديد من بعيد ممنوع ولازم يراوغوا الحارس بمهارتهم. جاهزين شباب؟ المعلق سيف محمد جاهز والكرة في ملعبكم. الرياض يتقدم، الرياض مع الكرة يمر يتقدم، ممكن جول عملها الرياض، هدف 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 للرياض. إذا الرياض ينجح في تسجيل الكرة الماضية في المرمى. خليل يتقدم، هذا هو خليل، راح خليل ولكن أضاعها اللاعب خليل وبالتالي راحت عليه، ضاعت الكرة الماضية على اللاعب خليل. الكرة الآن لدى اللاعب خالد، خالد يحاول، خالد مر، خالد ضاعت من خالد، إذا خالد لم ينجح في تسجيل الكرة الماضية. الآن الكرة لدى اللاعب كعبي، كعبي هو صاحب اللمسة الجميلة، كعبي يتقدم بسرعة، كعبي راح، كعبي أضاعها، راحت على اللاعب كعبي وضاعت اللعبة الماضية، وبالتالي يظل رياض هو اللاعب الوحيد اللي سجل. الآن المهاجم أيمن يحاول، أيمن، أيمن بالسرعة، أيمن يتقدم، أيمن، أيمن ممكن نقول أيضا أيمن يعني تباطأ في الكرة الماضية ولم ينجح في تسجيلها. هذا هو أيمن. هنا الجولة الثانية للاعبين، لدى اللاعبين ثلاث محاولات. رياض اللي سجل، رياض اللي سجل يتقدم الآن، ممكن الثاني، رياض عمله، راحت القائم، القائم يحرم رياض من الهدف الثاني له في هذه المباراة، وبالتالي رياض يضيع هذه الكرة. إذن الآن خليل يتقدم فيها اللاعب اللبناني، خليل هذه المحاولة لديه، خليل راح يتقدم، ممكن واحد على واحد، أضاعها الكرة الثانية، اللاعب خليل يهدرها وبالتالي بتروح عليه، بتروح عليه. بينما الآن لدينا لاعب آخر وهو خالد اللاعب الأردني، يتمنى أن يسجل، خالد، خالد، خالد راحت عليه وبالتالي أيضا بتروح وبضيع عليه الكرة الماضية. هذا هو خالد، لم ينجح في تسجيله. إذن نظرات الجادو يعني حتى الآن تبدو غير راضية على اللاعبين. الآن كعبي، كعبي صاحب المهارات الجميلة، كعبي بالمهارة، 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 أيضا لم ينجح في تسجيل الكرة الماضية. كعبي يهدر الركلة الثانية بالنسبة له في هذه المحاولة. إذن الآن لدينا أيمن اللاعب الأخير، أيمن يتقدم بكرة، أيمن بسرعة، أيمن يحاول، أيمن يتعدى حارس المرمى وبالتالي طول على نفسه وضاعت المحاولة الماضية. رياض سجل فرصة وحيدة، هذا هو رياض اللي راح يتقدم لتنفيذ الكرة الأولى. رياض، رياض أمام حارس المرمى، رياض يتلعب، جول عملها رياض، سجل النجم المصري وبالتالي هدفين ينجح في تسجيلهم اللاعب رياض. الآن لدينا اللاعب خليل، خليل معاه الكرة، خليل أمام حارس المرمى، خليل، خليل، خليل يهدر الكرة ولم ينجح في تسجيل أي هدف. نظرات يعني حزينة من سلقابي. راح نتابع اللاعب الثالث اللي يتقدم لتنفيذ هذه الكرة، اللاعب خالد في آخر فرصة، خالد، 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 جول، جول، جول عملها خالد اللاعب الأردني، يسجل، سجل هدف. كعبي لم يسجل في الفرصتين الماضيتين، هل ينجح من خلال هذه المحاولة؟ كعبي آخر فرصة يا كعبي، كعبي روح، كعبي أضاعها وبالتالي راحت عليه. كعبي يعني لم يسجل أي هدف. اللاعب الخامس على ما يبدو لي هو أيمن، هذا هو أيمن، أيمن في آخر فرصة، في آخر محاولة، أيمن هل يضعها بالشباك؟ حولها على نفسه وضاعت الكرة الماضية.
حماس واضح اليوم على مسرح ذا فيكتوريوس. كابتن خالد شناف، رح تعطينا رايك بهالتحدي، ولا مين رح تختار تعطي النقطه اللي ممكن تنقز احد اللاعبين؟ في البدايه التمرين وجهه نظري سيء جدا للمجموعه ككل، ما عدا لاعب واحد اللي هو رياض، النقاط تروح لرياض، الباقين حاله سيئه كمجموعه ككل. رياض مش هختلف كتير عن كلام خالد، تمرين سيء، 15 انفراد بالجون، يمكن شفنا 3 جوان، 2 من رياض واحد من خالد. ادي نقطتي طبعا لرياض، بيحط الكرة بيروح بسرعة من بعيد، بيرقص وبيحط التانية، رقص وحطها في العارضة، التالتة يا دوبك عدى بس الجون حطها، يبقى مفيش كلام، صوتي لرياض. I cannot say something different, unfortunately, because the interpretation, the way that Riyad made this, all the three attempts was great. And the final result, definitely scored 2 goals. That's my point, go to Riyad. Yeah. I do agree with all my colleagues. By far, Riyad was the best one. I was expecting more, you know, from the rest of the players, because they are attacking players and Riyad is not. But I have to say that Riyadi was the only one to have the ideas really clear, dribble the ball with the head up, rounding the, you know, the keeper with tranquility, and finishing on goal. So by far, Riyad the best one. I'm a little bit disappointed with the rest of the players. شكراً إذن لأعضاء لجنة الحكام. The Victorious هو حلم لكل لاعب شاب، لأنه مجرد المشاركة فيه بتعني أنك لاعب عنده موهبة كبيرة والأنظار صارت موجهة عليك. المشترك الإماراتي بThe Victorious راشد، صحيح أنه ما حالف الحظ وموصل للنصف النهائي، لكن شركة بيبسي قررت تحقق له واحد من أحلامه. الخروج من المنافسة على لقب The Victorious أمر محزن دائما، لكن القائمين على البرنامج بيأمنوا أن The Victorious هو بوابة وفرصة لتحقيق الأحلام. راشد من بعد خروجه من المنافسة قررت شركة بيبسي الراعي الرسمي لذا فيكتوريوس تحقق له واحد من أحلامه، وفجأة اتحول بيت راشد لستوديو. احنا دلوقتي جايين نفاجئ راشد، لسه مخلصين البرايم ودغري من على البرايم هنا عشان نفاجئه. ما تعملوش ولا صوت ولا صوت. مفتوح. ايه راشد؟ راشد ايه اللي جايبك هنا؟ ليتي حاسك مخضوض شوية. ايه يا راشد؟ هتحط حبيبي. اخبارك ايه؟ تمام؟ كنت نايم، صحيت من النوم بنزل اشوف مباريات، ففجأة فتحت الباب واشوف شريف قدامي، واخر شخص توقعته اشوف انه يكون شريف. انا النهارده جاي لك عشان عندي مفاجأة ليك. بيبسي بعتني عشان طبعا عارفين انك تعشق كورة، وعارفين انك كان عندك حلم تسافر وتتفرج على ريال مدريد بره. فبيبسي بعتينك ماتش الشامبيونز ليج اللي جاي ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. ايه مش انا اللي بعتك بيبسي، بس اخد حضن برضه. انا الحين مش مستوعب. هتروح مدريد تتفرج على ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان من سانتياغو برنابيو، وتعيش الاجواء وكل حاجه، واللحظه بلحظه وجوه الاهداف وكل حاجه تشوفها هناك، وكريستيانو رونالدو والناس كلها اللي انت عايز تشوفها. ايه رايك؟ صراحه احلى خبر حياتي، حلم من احلامي اليوم اتحقق، فاكيد بكون مبسوط. اول مره احس ان في حد يشاركني في تحقيق حلم لعيالي. متحمس؟ اكيد. مبسوط؟ اكيد. مفاجاه حلوه اظن، صح؟ احلى شيء. اشكر شركه بيبسي، اشكرهم على التكفل بالرحله كامله وعلى تحقيق هدف من اهدافي. هلا مدريد. هولا، ويلكم تو مدريد. أشكر ليز وبيبسي على الفرصة الجميلة هذه، واني قدرت اشوف لاعبين كبار في الملعب واخذ خبراتهم، وبالنسبة لي حلم متحقق واشكرهم كثير. شو شريف، ليه ما رحت مع راشد؟ عندنا التزامات يا ناتالي، ما ينفعش اروح طبعا.
راشد زار ريال مدريد وشاف المارد الابيض على ملعبه قدام جمهوره وحقق حلمه، اما لعيبه ذا فيكتوريوس لسه بيحلموا بالوصول للنهائي. فاصل اعلاني وهنتابع من بعده تحديات نص نهائي ذا فيكتوريوس. تعليقاته كان مثل باينه التمنيه. في مشجع ديل بيرو فقط، في مشجع يوفنتوس عشان ديل بيرو، وفي زينب. مجدداً مشاهدينا عبر قناة دبي رياضية ودبي الأولى بالسهرة النصف النهائية والحاسمة من ذا فيكتوريوس. رحلة صوب اللقب بلشت من 7 أسابيع، لكن الطريق ما كان دايماً سهل. كل لاعب كان معرض لصعوبات وتحديات وضغوطات ما بيحملها إلا أصحاب الشخصيات القوية، لكن برضو كان في لحظات سعادة وأمل. كل اللحظات المميزة هنشوفها سوا في التقرير. لا شك أن تجربة الحياة التي يمر بها مشترك الشاب في ذا فيكتوريوس تترك فيه أثراً يغير حياته إلى الأبد. التجربة بتكون خاصة في أوقات ومليئة بالفرح في أوقات تانية، لكن دايماً تغني المشترك كلاعب كرة قدم. في هذا الموسم من ذا فيكتوريوس شهدنا الكثير من اللحظات الإنسانية الحاسمة. ففي الأكاديمية ينعزل الشباب عن العالم الخارجي ويبتعدون عن أهلهم وأصدقائهم. وأنا متولها عليك وايد وايد، أتمنى أشوفك. بالتوفيق يا بابا، الله ينجح كمان وكمان إن شاء الله. آمين يا رب. حسام، أنت أول لاعب بديت خطر بالموسم الثاني من ذا فيكتوريوس. الكرة عمرها ما تدرني في حاجة، لو أنا رجلي مقطوعة أنا هلعب كرة. انتي نعرف بجنبك طيب، نعرف بيني ومن كل حبك هناك. تعلن إدارة برنامج ذا فيكتوريوس عن عزمها على المساهمة بنفقات علاج شقيقك معتز، مع الأمل أن يعود لمزاولة رياضية كرة القدم قريبا. الحكام والطاقم التدريبي يصبحون هم أهل المشتركين، يعطوهم النصائح ويسهرون على بلوغهم مراحل النضج الكروي. سنريقاته كان مثل باينة بالتمرين، كان دائما بيحفزني وبيدعمني وبده ياني أتطور. أحب واحد ضيوف لجو البرايم كان زانيتي، واسكيش كان متواضع كتير ويضحك معنا ولعب معنا آخر جيم. أسعد لحظة لعب في البرنامج ما شفت رونالدينيو، ده مش لعيب كرة عادي يعني، ده أسطورة من الأساطير. اللحظة دي حسستني إن الحلم ذا فيكتوريوس قرب. كريم أوري أكتر ضيف حبيته ببرنامج ذا فيكتوريوس، حبيت شخصيته كتير قوي، وبذات الوقت كتير محبوبة، فأنا بصراحة بحب أكون شخصيتي مثله. الأكاديمية شهدت صداقات جديدة وأعياد ولحظات حلوة ومؤثرة وعلاقات إنسانية عميقة. أكثر لحظة عجبتني اليوم اللي رحنا فيه الزعبيل. أجمل لحظة أني طلعت على فراري، أني كنت أتمنى أروح لهذا المكان. أما على الصعيد البدني فالتدريبات القوية بتسيب أثر إيجابي في أجسام البراعم الشابة. لا شك ان تجربة ذا فيكتوريوس هتفضل مع اللعيبة طول حياتهم ومشوارهم في عالم المستديرة، وربما تكون سببا لواحد منهم او اكثر للنجاح والتألق والنجومية. طبعا اللحظات دي مش هينساها اللعيبة طول حياتهم، وانا وانتي انا تليم مش هننسى لحظات المنافسة اللي كانت ما بيننا. شوفيك بتفرق، تخلي العالم فاكر ما فيه الا بنتنافس. انا كل اللي لحظة انا كسبتها على طول، عايز افكرك برضه. طيب. وصلنا للتحدي الثاني في سهرتنا، التحدي هو الكور الميتة أو التسديدات الحرة اللي فيها بيتغير مجرى المباريات وبتنهار أعظم خطوط الدفاع.
كل لاعب رح يكون عنده 3 ركلات حرة تيتخطى الحائط ويسجل هدف. منذكر أن ضيفنا كان من أصحاب التسديدات الحرة الرائعة يلي تميزت بأن الكرة كانت ترتفع فوق الحائط البشري وترجع تنزل بسرعة صوب الهدف. تحدي رح يخوضه الدور من لبنان موسى من الجزائر ومارسيلو من مصر. شباب حتى لو ما عندكم نقاط الليلة ولكن تقييم لجنة الحكم للنهائي ببلش هلأ. جاهزين؟ الكرة بملعبكم. مارسيلو يتقدم عملها مارسيلو حارس المرمى خلصها أول كرة مارسيلو وضعها. لكن ماذا عن الفرصة الثانية لمارسيلو؟ لديه 3 محاولات. هذا هو مارسيلو المتغطرس في تسديد الكرات الثابتة. صاحب القدم اليسرى مارسيلو يبحث عن فرصة وناؤنا مارسيلو. جول جول الله يا مارسيلو. هذه الكرة كرة أساتذة. نعم كرة جميلة. هذه الفرصة الأخيرة. 3 محاولات لمارسيلو والفرصة الثالثة عملها ولكن حارس المرمى خلصها وراحت. مارسيلو سجل كرة واهدر فرصتين. الدور القائد والليدر الدور يتقدم في أول فرصة. الدور ولكن ضاعت يا الدور. الفرصة الأولى يهدرها الدور. الفرصة الثانية الدور وهنا خالد الشنيف لكن الدور بعيدة يا الدور. تعلو القائم وبالتالي حتى الآن لم ينجح في تسجيل أي هدف. هذه الفرصة الأخيرة للدور الذي تأهل إلى المراحل النهائية. الدور في آخر اختبار من خلال هذه المحاولة. الليدر الدور جول جول جول. أخيرا ينجح في تسجيل هذه الكرة. يسجل هدف ويهدر فرصتين اللاعب الدور. لكن هنا المهاجم الجزائري موسى المتخصص. نعم هو المتخصص في الركلات الثابتة وكنا قد شاهدناه في المباريات. صاحب الخبرة الجميلة موسى في أول فرصة عملها موسى. سجلها موسى القناص والمبدع الجزائري ينجح في تنفيذ الكرة الأولى. الكرة الثانية أمام حارس المرمى. سجل الأولى لديه محاولتين. موسى والهدف الثاني. أوه القائم يحرم موسى من هدف ثاني. هذه الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة وأرى المحاولة الثالثة للاعب موسى. في آخر محاولة يبحث عن الهدف الثاني. موسى مع الكرة أمام الحائط البشري. موسى ولكن الكرة تصد في الحائط البشري وضاعت وأصبح اللاعبين متعادلين في تسجيل الأهداف في هذا التحدي الثاني لهذه الحلقة. تحدي بطلب دقة كبيرة. رح نشوف سوا شو رأي لجنة الحكم أليساندرو ديل بييرو. I love one thing to each of you guys. Marcelo, you have a great touch. I love because you hit the goalie in all the 3 shots. This is very good. And Musa, you score probably the best goal, the best execution is yours. And congratulations about that. And Eldor, I'm surprised. You did great. And well, in my team, I suppose you shoot a different kind of free kick, a strong one, you know? But you surprised me in a good way. Congratulations. Thank you. I'm gonna take it from this point, from Del Piero point. Maybe you surprise him, but the next time, and it happened in this game, you know, this week, the next time you get forward to take a free kick, I'm going to kill you. Just get back and stay in there defending. You are a disaster, okay? So don't take free kicks. Stay at the back, okay? Yeah, for me, I do agree. I know Marcelo has got a great touch in all kind of set pieces, not only free kicks. Corners, all kind of set pieces, he's got a great delivery. And to be honest, for me, he's been the best one so far. Musa has got a great touch, great execution as well. I think that both did it really well. And even when you surprise him, you never surprise me, my friend. I know you well. Thank you.
طبعا انا عارف ان مارسيلو يمكن من ساعه ما بدانا هنا انا عارف ان مارسيلو يمكن بالنسبه لي انا شايفه افضل من يادي الكرات الثابته يعني سواء فاولات او حتى كورنرز من الجنب فانا كنت متخيل ان هو فعلا هيبقى احسن واحد وانا فعلا عجباني لمسته جدا في الكرات الثابته ونوع يعني عمل واحده فوق الحيطه واحده من جنب الحيطه في الزاويه البعيده موسى برضو أدها بطريقة كويسة لأن موسى لعيب كرة حريف ويقدر أنه يتعامل في الكرات الثابتة والكرات المتحركة إلدور يعني كنا متوقعين أن أنت تموت الحيطة موتها في واحدة بس وفاجأتنا برضو بالكرة الثالثة الحلوة اللي أنت حطيتها ديت بس يعني أنصحك زي ما نصحك سلجاد ومالكش دعوة بالكرات الثابتة خالص ولا تفكر تقرب لها الدور زعلان منه الدور زعلان دور مفاجأة بالنسبة لي أنت المفاجأة على الأقل في التمرين هذا كقيمة وكامكانيات حتى في قيمتك كمدافع أرجع لموسى أنا مع دلبيرو بالتحديد الهدف صعب على أي حارس مرمى اللي سجلته وهو الأجمل لما شاهد الأهداف هدفك الأجمل مارسيلو عندك القيمة هذه واللمسة هذه التمرين هي اللي يطورها عندنا لاعب مثال ممتاز فيها لو تسأله كم يتمرن في اليوم يقول لك على الأقل 40-50 فاول تمرن زيادة لأن أنت موهوب في هذا الجانب شكرا لجنة التحكيم دفكتوريوس عادة بيفاجئ المشتركين وأحيانا بيفاجئ لجنة التحكيم والضيوف لكن النهاردة دفكتوريوس هيعمل مفاجأة مختلفة تماما زينب رانجبار هي واحدة من أكبر مشجعات ديل بييرو قدرنا نتعرف عليها من خلال نادي مشجعين جيفنتوس بدبي وحضرنا لها بالتنسيق مع نادي مفاجأة مش رح تتوقع أبدا تفاصيل المفاجأة أصحاب زينب غمضوا لعيونها وقالوا لها أنها رايحة تكتشف نادي نساء جديد هي رح تترأسه إنما الحقيقة هي أنه زينب جاية لعنا تنحقق لها حلمها الحين زينب على بالها رايحين المقر الجديد لرابطة يوفنتوس نحن رايحين نوديها عند ديل بييرو لحتى تكون وصلت لعنا على المسرح زينب خلينا نتعرف أكثر على حبها لديل بييرو بهالتقرية حب ديل بييرو في أنواع في مشجع ديل بييرو فقط في مشجع يوفنتوس عشان ديل بييرو وفي زينب زينب عمره كان 12 سنة قدام يالس ويشوف مباراة يوفي معي شوف النظام ديل بييرو بالحركات بالوجه ضربات الكيك زينب قلت له ديل بييرو سلطان اليوفنتوس حب ديل بييرو صار عجيب زينب عضوة فعالة نفتخر فيها مشجعة حقيقية متفاعلة في كل المباريات وعندها عشق مش طبيعي لديل بييرو اللي هو لحد الهوس تقريبا غالبية البوست اللي هي بتحطهم دائما بتكون يا اما صورة ديل بييرو يا اما جوال لديل بييرو ميموريز لديل بييرو أهم شيء تحب الأخلاق لديل بييرو قيمته بالفريق كانت كثير عالية ككابتن كقائد بالملعب ككاريزما صراحة إذا زينب بتشوف ديل بييرو يمكن يبكي من اللحظات اللي ما رح تنساها بحياتها بهالأثناء عم توصل زينب لعندها بانتظار وصولها بدي أطلب من أليساندرو ديل بييرو يتفضل لاستقبال زينب وبدي أطلب من الجمهور أنه يتعاون معنا بشكل كامل ويحافظ على السكوت التام لحد وصول زينب والكشف عن عيونها
Welcome to the Victorious. How are you? Nice to meet you. Zainab. Yeah, for sure. How are you? Very good. Thank you. Leila, شو حابة تقولي لدل بيرو ولا فيكتوريا اللي حقق لك حلمي؟ Oh my God, I cannot express my feelings. Trust me. How long have you been waiting for this moment? A lifetime, more than 15 years. Great. You are the reason that I love football. Trust me, Alex. Very I love good. You so much. I'm very happy about that. Come join us, Elizabeth. You might be shaking a little bit, huh? I'm so nervous. I mean, victorious. I never imagined this would be happen, but I wish all Alex lovers will meet him one day. مرة تانية أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من قلب مدينة دبي الرياضية مقر أكاديمية The Victorious. على مدى أسابيع طويلة شفتوا اللعيبة عبر قناة دبي الرياضية وقناة دبي الأولى بيعملوا المستحيل عشان يحققوا حلمهم. واليوم راح يتقدموا خطوة إضافية باتجاه اللقب، لكن قبل لازم يتخطوا تحديات الليلة القوية. التحدي الثالث بسهرتنا راح يخوضوا كمان اللاعبين يلي بدائرة الخطر. مذكر إنه كل عضو بلجنة التحكيم راح يعطي نقطة لأفضل لاعب بالتحدي. كل لعيب هيخوض مواجهتين واحد ضد واحد، مدة المواجهة 45 ثانية، والتحدي ده تحدي مصيري. جاهزين يا شباب؟ المعلق سيف محمد جاهز والكرة في ملعبكم. ثالث لأهمسة هذه الحلقة ما بين كعبي وما بين خالد. الكرة الآن لدى اللعب خالد، ممكن هدف خالد لازال يحتفظ بكرته، لكن الكعبي ضغط عليه، هنا فرصة، هدف. مرة أخرى الكرة مع كعبي، يحاول بالمرور لكن ضاعت. مرة أخرى كعبي بيجرب يسدد، أيضا يضعها بالشباك. خالد مرة أخرى، كعبي خلصها من أمامه كعبي، ومرة أخرى الضغط على الضغط ما بين اللاعبين، المحاولة إلى خارج الملعب أو لا زالت. خالد سجل هدفين وكعبي هدف. تحدي مصيري ما بين أيمن اللاعب المصري وخليل. أيمن مع الكرة سجلها، جول لأيمن، 1-0. أيمن المهاجم الذي يريد أن يبتعد من دائرة الخطر، بينما هنا خليل 1-1 وسجل الهدف، وبالتالي أصبح التعادل سيد الموقف. مرة أخرى لأيمن، أيمن مع خليل، أيمن راوغ، أيمن أضاعه وبالتالي راحت عليه. عادت الكرة الآن لصالح اللاعب خليل، هذا هو خليل يتقدم، لكن أيمن ضاغط، أيمن خلصها، أيمن ممكن يخطف هدف، هدف لأيمن. إذن أيمن يعني الآن يسجل الهدف الثاني، وبالتالي 2-2، هدفين لأيمن مقابل هدف لصالح خليل الذي يحاول تعديل النتيجة. خلص الجيم، وبالتالي أيمن يكسب على اللاعب خليل بهدفين مقابل هدف. الرياض اللعب المصري بالإضافة إلى اللعب خالد اللعب الأردني، يا ترى من سيحسم هذا التحدي؟ هنا كرة في منتصف أرضية الملعب، خالد سجلها، عملها خالد وسجل الهدف الأول، بينما الآن الكرة لدى اللاعب رياض. الرياض يحاول، الرياض بالسرعة، الرياض يتمنى أن يسجل الآن ممكن هذه المحاولة، جول عملها رياض وسجل هدف التعادل، وبالتالي 1-1. نظرات محمد بركات، خالد
النادي ينجح في تسجيل هدف الثاني. خالد عملها وبالتالي مرة أخرى رياض يعود ويتأخر لكنه يحاول رياض لا زالت الكرة معاه. خالد خلصها، خالد أبعدها لكن تحدي كبير ما بين اللاعبين. هنا رياض أضاحها وبالتالي لا زال متأخر. انتهى الجيم وانتهى التحدي وخالد هو من كسب هذا التحدي لصالح في هدفين مقابل هدف على رياض. الآن كعبي مع أيمن، تحدي قوي ما بين هذين اللاعبين. هنا الكرة في منتصف الملعب، أيمن يحاول بأن يخطف الهدف الأول، سجلها أيمن وكعبي يتأخر الآن. كعبي يتأخر وكان كعبي قد خسر التحدي الأول. هنا المحاولة لدى اللاعب كعبي، أيمن خلصها، أيمن أبعدها بقتالة ممكن يسجل الثاني، سجلها. 2-0 أيمن يكسب التحدي على ما يبدو لي، وكعبي في طريقه للخسارة 1-1. الكعبي أيضا يعدر هذه المحاولة وأيمن يتقدم من أمام كعبي ويسجل الثالث، حسمها وحسم التحدي أيمن، سجل 3 مقابل لا شيء، ويبدو لي كعبي يخسر التحدي الثاني له في هذه اللعبة. إذن أيمن يكسب التحدي ب3 أهداف مقابل لا شيء على اللاعب الكعبي. هذا هو التحدي الأخير خليل بالإضافة إلى رياض. حكم اللقاء يرسل كرة في منتصف الملعب، هنا خليل بيسيطر على كرته وحاصر وبالتالي رياض مغطي تماما وحاضر، لكن خليل بسرعة، خليل عملها بذكاء، القائم يتدخل، القائم يحرم خليل من هدف. كرة عادت مع اللاعب رياض، وين الكرة؟ بعيدة يا رياض. مرة أخرى المحاولة بتعود لصالح اللاعب خليل، هذا هو خليل، لم يسجل أيضا. رياض مرة أخرى يتقدم في كرة، رياض بسرعته يحاول لكن هذه المرة أيضا بعيدة، رياض مستعجل نوعا ما وراحت عليه وضاعت. خليل مرة أخرى بسرعته يحاول أيضا بتضيع لرياض. من سيكسب التحدي؟ حتى الآن التحدي خالي من الأهداف، أيضا رياض أضاعها. انتهى الجيم، انتهى التحدي المصيري ما بين رياض وما بين خليل بالتعادل السلبي 0-0. التحدي كان قوي جدا طبعا، بس هنروح للجنة التحكيم عشان نشوف مين في رأيهم الأفضل. سلجادو. Yeah, amazing challenge with a great effort from all the players. That's what we were waiting for. And for me, it was difficult to decide between Khaled and Ayman. But I'm going to go for Khaled because he had more calm, you know, in the way to decide. But it was difficult for me, so I'm going to give it to Khaled. 1 point. I think I like what I see, what I saw, because finally you play, all of you play free, more free, without stress, without thinking about strange things, and be focused about the target. The target is win the single games and do your best. And this is all of you did, and I'm really appreciated that. Instead of what I have to give the points, it's Mitchell, you did great. That's also for me, the two guys that show me most now is Khalid and Ayman. And I will go for Ayman this time. But Ayman, stay focused on the game. Don't do strange thing with the hands or something to show that you did a great goal. Please, stay focused on the game. It's very important for you. Stay humble. أنا بالنسبة لي روح خالد، والسبب أيمن قيمته كمهاجم وقوته في لاعب أمام لاعب، وهذه لعبته كأيمن، لكن خالد هو أعطانا عنصر مفاجأة، النقطة تروح لخالد. بالنسبة لي ما فيش شك ان برضو زي ما زمايلي قالوا، يعني خالد وايمن هم يمكن افضل اثنين عملوا التمرين. تحتار
تدي لمين صوتك، ولكن يمكن انا هاخدها من واقع ان ايمن سجل 5 اهداف وما دخلش فيه غير هدف، فسجل اكتر من خالد، فانا هديها لايمن. شكرا لجنة التحكيم. الاسبوع ده فريق فيكتوريوس اللي لسه ما تعرضوش لاي هزيمه كان عليه انه يثبت نفسه مره تانية واخيره، ويبين للجنه التحكيم انضباطه التكتيكي ومهاراته الفرديه والجماعيه. المباراه صارت طبعا تحت انظار لجنه التحكيم بحضور الاسطوره اليساندرو ديل بييرو، ونفكركم ان التحدي ده هو اللي هيحدد مين من اللعيبه اللي في دائره الخطر وهيتاهل مباشره للنهائي. ده اخر ماتش طبعا لينا في ذا فيكتوريوس بالنسبه للثمانيه اللي باقيين، اكيد زعلان يعني خلاص النهايه خلاص قربت. انا كومبلي وانا مركز نحضر لهذا الماتش باش نلعب احسن ماتش ان شاء الله من اللي جيت الاكاديميه. الله حبس لنا كل شيء. كيف ما عندي؟ جيت هذا ماليش مصدق باللي جا. We've been working for 2 months and I know that I go only 8 players. We go Migo and an extra coach, you know, playing with you guys. But I don't care. You know, it's a 3-4-3, always risky at the back. I got the confidence and I trust you. 2-3, Victoria! Come on, guys, come on. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، يسرني بألتقي بحضراتكم في هذا اللقاء. موسى 1-1 بالمهارة، موسى عمل عرضية خطيرة. مارسيلو حيرسلها طويلة، بالفعل أرسلها طويلة باتجاه أيمن. هذا هو أيمن الذي يقبع في دائرة الخطر، عمل كرة جميلة وهنا التسديدة. مارسيلو عمل عرضية ولكن حارس المرمى خلصها. اوه على محاولة خطيرة. جول 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 جول. يا سلام يا إلدور. إذا أيمن راح، أيمن من الأول والعرضية ولكن إلى خارج الملعب. وهنا أيمن حاول. إذا سيداتي يعني سادتي مشاهدينا الكرام، ينتهي الشوط الأول. عندنا كورنر ونحن معودين بالتدريب نعمل كذا تكتيك بالكورنر، يعني بنحاول نضحك فيها على الفريق اللي ضدنا. طبقناها ورفع مارسيلو، كانت كتير خطرة على الجول، شال الحارس فاجت لعند خالد وخالد حول لي اياها، انا كنت واقف مطرح صح. We need that power to say I'm gonna go for 1v1, I'm gonna go direct in there. We're missing that one. Football is okay, but the final third, Ayman, come on, we need to be a little bit more aggressive in the final third. That's what I'm missing a little bit. يعني انا مش مبسوط من خليل النهارده، يمكن ما ظهرش قوي، ولكن اتمنى الشوط الثاني تبقى الدنيا احسن. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، عودة مع حضراتكم في الشوط الثاني لهذا اللقاء. موسى يا سلام، موسى 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 موسى، مش ممكن. محاولة الدور راح من أمامه، تخلص من أمامه، الله على السرعة بلافيو. أوه جول جول جول، مش معقول بلافيو. تمرير الكرة بالنسبة للاستفادة من الكرة، اللاعب كعبي، يا الله جول جول، عملها الكعبي، سجل الهدف الثاني الكعبي. أيمن يحاول، مر الكرة لكعبي لكن إصابة، يجب إخراج اللاعب كعبي. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ينتهي هذا اللقاء بفوز فريق فيكتوريوس. It was our last game, and I want to thank you for all the effort that you put in all the games. When we finish the victorious, at least you go not only an improvement, but at least you got an idea about how to play real football. That's the most important thing. مباراة حماسية جدا، ومرة جديدة مبروك لفريق فيكتوريوس يلي ما انهزم ولا أي مرة هالموسم. لجنة الحكم، انتم عادة تختاروا مين هو أفضل لاعب من المباراة، ولكن اليوم استثنائيا رح تقيموا فقط اللاعبين يلي بدائرة الخطر وتعطوا نقطة ممكن تكون حاسمة إلى النهائي للاعب يلي كان بنظركم الأفضل. كابتن محمد بركات. كنت عايز أوجه كلمة لأيمن. أيمن، أنت لو عايز تبقى لعيب كورة وتبدأ تشق طريقك من خلال فيكتوريوس، يبقى أنت لازم تبقى لعيب. أهم حاجة في الرياضة الأخلاق.
اما يجوا يقولوا لك ان في قواعد، القواعد دي لازم تمشي عليها والكل يمشي عليها، اما تخرج عن القواعد وتخش دايره الخطر ويقولوا لك انك دخلت دايره الخطر، اوكي مفيش مشاكل وانا اقدر اطلع واطلع نفسي من دايره الخطر، مش هطلعها ان انا زعق واشوح وهاجم زمايلي وان انا اقول انا هكسر الكاميرا واعمل الحاجات دي كلها، لان الرياضه اخلاق قبل اي حاجه. صدقني انا هنا عشان اقيمك صح، اما تبقى كويس اقول لك انت كويس، وهقولها واعيدها، الرياضه اخلاق. انا صوتي بديه لايمن عشان ايمن كان احسن واحد في الماتش امبارح، فبديه لايمن. ديل بييرو، first of all I want to say that I saw great things from all of you yesterday in different ways, and because different is your position inside the pitch, and this is different is your age, and different is your attitude, but I believe that all of you have a great opportunity in the future. But now we I have to choose one. I have to choose one, and I'm really confused because I saw two great guys play yesterday with a great attitude that I love, because they play with heart, they play with passion, they were focused about what they want to do. But I have only one point, and my point I want to give to Khalid. هذا نقطة ديل بييرو راحت لخالد. أيمن يمكن ما حيد أكثر اللي عاد محمد بركات. التصرف اللي صار منك مش في الاستبعاد، حتى نشاهدك المباريات في تعاملك مع زملائك. عشان توصل مرحلة عالية خلي اللي معك يحبونك. انزل لهم. هتشوف نفسك حطير. صوت الأيمن. صوت إذن لأيمن. بهالأثناء النقاط أصبحت 4 نقاط لأيمن، 4 لرياض، و3 نقاط لخالد. ميشيل سالجادو، صوتك ممكن يعادل الأرقام بثلاث لاعبين أو ممكن يكون حاسم. لمين تختار تعطي النقطة؟ خالد. For first time you made it, or you are making it really difficult for me, and it's good. I think it was your best game by far. Attitude, you know, really brave on the pitch. And I'm really close to go for a triple draw. But the problem, I'm the coach as well. And I know, Eamon, that your behavior is sometimes is really bad. You have to change that if you want to play at the highest level. Alessandro told you about it. Obviously, what you did, you are in here just because of your behavior, because you should have been already in the final. But for me, as a coach, apart from a judge, as a coach, I always want winners on the pitch, warriors. And I'm going to give you the point. I won't always play like that. يتأهل إلى نهائي من The Victorious. مبروك لأيمن خروجه من دائرة الخطر، وهو الرابع لعيب معنا في النهائي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. انتوا كمان فيكم تعطوا رايكم باداء اللاعبين بالمباراه على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مزيد من الحماس والمنافسه بعد الفاصل، خليكم معنا. انا اليوم راح افوز. هموتك يا مساء الخير مرة تانية عبر قناة دبي الرياضية وقناة دبي الأولى لكل متابعين ومشجعين المواهب العربية الشابة بالسهرة النصف نهائية من The Victorious. بما أنه الأسبوع الماضي ما كان في فريق رابح أو خاسر، كل اللاعبين استحقوا أنه يظهروا من مدينة دبي الرياضية برحلة ترفيهية ولكن ما بتخلى من المنافسة. لاعبين The Victorious كان عندهم موعد مع رياضة بتعتمد على السرعة والدقة والمهارات الكبيرة. منشوف الرحلة سوا بهالتقرير.
راح افوز. حاطيني الاول في البدايه بكون الاول في النهايه كمان. انا فيكتوريوس في سباق العربيات. انا اللي هفوز بالسباق. انا ما بعرف اسوق عربيات، انا بعرف اكسر واخبط بس. اموتك يا رياض. السباق حماسي جامد وانا غلطت 5 غلطات وان شاء الله اكملهم 10. اول ما بلشنا كنت اول واحد، رياض هو عم يبرم برم سوي السيارة، فتعاطفت معه بلا ما كفي، بعدين لقيت حالي اخر واحد. سباق حلو جميل بس انا ما بلعبش، انا بكسر بس. Third place this evening we have Khalid over in third place. Congratulations. This one. الحمد لله رجعت جبت المركز الثالث، دخلت الثالث ازاي اصلا؟ ما لفش لفه، صرت عين رياض وغصب عنه. In second position this evening, Marcelo. انا طلعت المركز الثاني. And our race winner this evening is Khalil. Welcome. كما قلت لكم انا الاول وطلعت الاول. كان نهار كثير حلو وانبسطنا كثير. من بعد ما شفنا مهارات اللعيبة على حلبة الكارتينج هنرجع نشوف مهاراتهم على ملعب كرة القدم. وصلنا للتحدي الخامس والأخير، اللعيبة هيعدوا بين صحابهم اللي لابسين سومو ويحاولوا يوصلوا لنهاية المسار ويسددوا الكور. اللعيب الأسرع هو اللي هيفوز بالتحدي، وأكيد التحدي ده هيكون مليان ضحك. جاهزين يا شباب؟ السومو في ملعبكم. إذا نصل إلى التحدي الخامس والأخير، هنا موسو يخوض هذه اللعبة، لعبة السمو يا ولد. راوغ الله عليك، أيوه ما حصل لكنه مر وسجل. إذا موسى يسجل هدف الأول مرة أخرى، يتخطى الجميع ويعملها. الله يا موسى، الله على سرعة اللاعب موسى. الآن هنا مارسيلو اللاعب المصري هو اللي راح يلعب لعبة السومو في هذه الأثناء، ليوصل إلى مرحلة النهائية. مارسيلو يتقدم، مارسيلو راح من الأول من الثاني، لكن محاصر أبدا، لم ينجح. مرة أخرى يقاتل لكنه تأخر، يعود مرة أخرى من الخط، وبالتالي راح للمرمى. هنا الدور يخوض لعبة السومو، يتقدم الأول من ثاني، محاصر بالقوة، يتقدم ويسجل الكرة. الله يا الدور يحاول المرور، محاصر مرة أخرى، مر من الجميع، راح لكنه يسقط الآن. التحدي كان فعلا مسلي ومضحك، راح نشوف سوا شو راي لجنه الحكم كابتن خالد شنيف. الجيم حلو وممتع بصراحه، حوادث شاهدنا بالجمله، لكن الجيم يدور مو على القوه كثر ما هو السرعه مع تغيير اتجاهاتك. المثال كان ممتاز في موسى بصراحه، ممتاز يا موسى. Really fun, you know, a mix between you know, ability and strength and speed. Obviously, Eldor, you are the, you know, the biggest guy. You know, it's very difficult for you to move in between them. And I felt that
they have something against you. I think they go for you. I know it. Musa, he was the quickest one. Selling the dummy. Really, you know, a great ability to run, to dribble, and to go on a score. So you deserve it. You won it. Yeah, for me too. Musa, you did the better job. Definitely. I don't know what's happened with Eldor, actually, because... There's some hate in there, yeah. But definitely, it's, the funny moment was the your finish, and this make us smile, and this is good. طبعاً هو جيم فاني خرجنا من جو التوتر اللي عشناه من بداية الحلقة وحنعيشه كمان شوية طبعاً في دائرة الخطر. إنما موسى طبعاً بتستخدم ذكائك كالعادة في كل حاجة. مارسيلو طبعا برضه عملته كويس. دور عايز اسالك ايه سر العداوه اللي ما بينك وما بين ايمن؟ ايمن كان قاعد مركز لك انت لوحدك، وشفت الحلقه اللي فاتت في التقرير قال لك ايه؟ قال لك الدور ده مافيا. في ايه يا عم؟ شكرا للجنه التحكيم. من الاسبوع الاول في ذا فيكتوريوس واللعيبه يعرفوا ان الفايز هيكون عنده تجربه اداء مع واحد من اهم الانديه العالميه. وبأننا وصلنا لنص النهائي، جه الوقت نعلن مين الفريق اللي هيفتح أبوابه للفايز في ذا فيكتوريوس. نشوفه سوا في التقرير. إنه واحد من أعرق الفرق الأوروبية وأكبرها تاريخيا، إنه الفريق البرتغالي بنفيكا. لعب في صفوف بنفيكا كوكبة من أعظم لاعبي المستديرة عبر التاريخ مثل الفهد الأسود يوزيبيو، وهو يضم حاليا في صفوفه باقة من ألمع نجوم المستديرة مثل جوليو سيزار، نيكو غايتان، لويزاو وغيرهم من المواهب التي ساهمت في أن يكون بنفيكا البطل الحالي للدوري البرتغالي لمرتين متتاليتين. اليوم يفتح بنفيكا أبوابه لمواهب ذا فيكتوريوس ليمنح فرصة تجربة أداء للفائز باللقب ولصاحب المركز الثاني. إنها فعلا فرصة العمر. مثل ما شفنا بنفيكا البرتغالي احد اعرق انديه اوروبا، هو اللي رح يقدم تجربه اداء لاصحاب المركزين الاول والثاني بذا فيكتوريوس. يعني اللاعبين عم تنفتح قدامهم ابواب الاحتراف باوروبا، خاصه انه بنفيكا يعد من الفرق يلي بتخرج لاعبين من اصحاب المهارات العاليه جدا. مع المفاجاه المنافسه اكيد هتشد اكثر واكثر. فاضل نعرف مين هم الست لعيبه اللي هيوصلوا لنهائي الحلم، نهائي ذا فيكتوريوس. فاصل اعلاني ونرجع سوا للحظات الاصعب في مسيره اللعيبه. خليكم معانا. من مدينة دبي الرياضية مقر أكاديمية ذا فيكتوريوس، تحية لكل يلي تابعوا معنا أحداث السهرة النصف النهائية عبر قناة دبي الرياضية وقناة دبي الأولى. وصلنا للحظات الأهم. من آلاف طلبات الاشتراك، 8 لاعبين قدروا يوصلوا للنصف النهائي، وست منهم بس راح يضمنوا بطاقاتهم للنهائي تيتنافسوا طوال الأسبوع الجاي بشراسة على لقب الأغلى وهو لقب ذا فيكتوريوس. طبعا الجائزة المادية حافز كبير جدا، لكن كل لعيب عارف ان الدخول لبنفيكا هيفتح لهم ابواب كتير من الشهرة والاحتراف. لكن القمة ما بتتسع للجميع. لاعبين رح ينتهي مشوارهم بذا فيكتوريوس قبل خطوة واحدة بس من النهائي. كيف رح يكون شكل النهائي بالموسم الثاني من ذا فيكتوريوس؟ ومين هن اللاعبين اللي رح يقربوا خطوة إضافية من اللقب؟ مين هن اللاعبين يلي رح يستمروا؟ مين أخذ ثقة الجمهور وضمن مكانه بالنهائي؟ هل هو خليل من لبنان، الكعبي من اليمن، خالد من الأردن، أم رياض من مصر؟ ثواني بسيطة وهنعرف مين نال أكبر عدد تصويت عشان يكمل في ذا فيكتوريوس. التوتر دلوقتي في أعلى درجاته. الحلم أصبح قريب
جدا والنتيجة كمان أصبحت قريبة. النتيجة ابتدت تطلع على الشاشة واللي هيكمل في ذا فيكتوريوس هو الكعبي من اليمن. ألف مبروك يا كعبي، هتكمل في ذا فيكتوريوس للنهائي وتقرب أكثر للفوز بلقب ذا فيكتوريوس. كعبي. إذن مبروك للكعبي، بطاقة واحدة فقط متبقية إلى نهائي الموسم الثاني من فيكتوريوس، وحلم ومصير واحد من اللاعبين بين إيديكم لجنة الحكم. لمين تختاروا تعطوها؟ أليساندرو ديل بييرو. Very very hard to choose, but I made my decision. إذن أليساندرو ديل بييرو صوت واختار ينقذ خالد من الأردن. الصوت الثاني لكابتن خالد شنيف. أصعب مرحلة مرينا فيها اليوم هذا بالتحديد. أنا أروح للاعب أرى من الممكن يكون له مستقبل واعد. إذن كابتن شنيف صوت وصوته راح لخليل من لبنان. ميشيل سالغادو. You know, you cannot imagine how hard it is to be in here, in this place. And I want to be fair. I'm going to go for consistency on daily basis. سالغادو صوت واختار رياض من مصر. إذن تعادل بين ثلاث لاعبين، بطاقة واحدة وصوت واحد ومصير واحد وحلم واحد بين إيديك كابتن محمد بركات. مين هو اللاعب السادس يلي رح ينتقل إلى نهائي الموسم الثاني من ذا فيكتوريوس وفرصة الانضمام إلى فريق بنفيكا البرتغالي؟ والله ثلاث شباب زي الورد، والاختيار أصعب اختيار اتحطيت فيه من ساعة ما بدأ ذا فيكتوريوس. بس أنا ضميري بيحتم عليا أن أنا أعمل كده وأختار أكتر واحد اجتهد الفترة الأخيرة. إذن التصويت تم. لمين أعطى كابتن محمد بركات صوته؟ ومين هو اللاعب السادس يلي رح يستمر بالأكاديمية لأسبوع إضافي وينافس على لقب ذا فيكتوريوس؟ إذن الصوت الأخير رح ينقذ خالد من الأردن. إذن لخالد وهارد لك لخليل من لبنان ورياض من مصر يلي مشوارهم بأكاديمية ذا فيكتوريوس طبعا عم ينتهي، ولكن طبعا له مستقبل كثير كبير باللعبة ناطرهم وراح يدركوا أثر كثير كبير بالأكاديمية. رغم الخسارة أنتم من أفضل 8 لاعبي كرة قدم شباب في العالم العربي. مشاهدينا بكرة هيبدأ الأسبوع النهائي من ذا فيكتوريوس، عناوينه هي مواجهات قوية، صراع الأبطال، وفي النهاية لعيب واحد هيحصل على الكاس. الأسبوع النهائي بيقعد أنه يكون ناري وكل المواجهات فيه رح تكون ذهبية. الدور أيمن، مارسيلو، موسى، خالد والكعبي، ست لاعبين رح يعطوا كل شيء عندهم تحققوا اللقب الأغلى. تابعونا طيلة الأسبوع الجاي بحلقات اليوميات تنشوف كيف رح تكون أجواء الأكاديمية والمنافسة الحقيقية بلشت هلأ. تصبحوا على خير.